صباح الخير واهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، وتغطيتنا اليوميه اللي بنتابع فيها مع حضراتكم دوما يعني ابرز الترندز والموضوعات اللي بالتاكيد شغلت اهتمام العديد من المواطنين وكمان رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعه على منصات السوشيال ميديا المختلفه، وكمان يعني تصدرت الترند بشكل كبير. خلينا نبتدي من ازمه طلاق الفنان مصطفى فهمي والاعلاميه اللبنانيه فاتن موسى. الحقيقه انها كانت من بين يعني يمكن اكتر الموضوعات اللي اهتم بيها رواد السوشيال ميديا واللي تصدرت اهتمام البحث بشكل كبير، وده بعد خروج الاعلاميه فاتن موسى وكمان محاميتها للرد على الفنان مصطفى فهمي، واللي كان بالطبع ظهر في احد البرامج وتحدث خلاله عن اسباب الطلاق. قال وقتها ان الناس يعني ممكن كانت يمكن لما بتشوف صورهم على السوشيال ميديا بيبان قد ايه انهم سعداء ومبسوطين في حياتهم، لكن الحقيقه كانت عكس كده، لان لما بيرجعوا البيت كان يعني هو بقى بيبدا بيواجه المشاكل والنكد اللي يمكن مش بيبان بشكل كبير على حياه الفنان الظاهريه او الخارجيه على السوشيال ميديا او يعني في الاماكن العامه. قال كمان فهمي ان الطلاق بسبب خناقه كبيره، وانهم كانوا يعني مسافرين للبنان علشان يحضروا فرح اختها، اخت زوجته او طليقته الاعلاميه اللبنانيه فاتن موسى، ولكن وجد ان لبنان بتتعرض لقصف وضرب رصاص وانه اخذ قرار عدم السفر بسبب هذه الاحداث، لكنها اعترضت وقالت ان هم لازم يسافروا، والخناقه تطورت وصوتنا بدا يعلى، وبعدها ان هو خد قرار الطلاق من جواه، خد يعني قرار الطلاق داخليا وبعد ما سافرت طلقها، خصوصا ان الحياه اصبحت مستحيله ما بينهم. دي بقى كانت اللحظه اللي هو خلاص بقى يعني قرر فيها ان هو هيطلقها. كمان من جانبها الاعلاميه فاتن موسى كانت ضيفه الحقيقه في تلفزيون اليوم السابع، واكدت انها تقدمت ببلاغات سب وقذف ضد كل من خاض في سمعتها وفي شرفها واخلاقها، لافته الى ان يعني كان معاها كافه البيانات وكمان الانترفيو اللي حدث في ذلك. وكمان عن ظهور مصطفى فهمي في احد البرامج، الحقيقه قالت فاتن موسى يعني وجهت تساؤل، قالت هو كان دايما بيقول ان هو ملتزم الصمت ومش هيتكلم على السوشيال ميديا في اي حاجه تخص الموضوع ومش هيتكلم الا في المحاكم كمان، فهي مستغربه ليه دايما مش ملتزم بكلامه وطالع على قناه بقى مش على السوشيال ميديا، طالع على قناه يشهر بيها او يقول كلام عن حياتنا الشخصيه وزواج دام 4 سنين واسرار بيوت، على العكس انا اللي ملتزمه بالقوانين وكمان منتظره تقارير النيابه ومركزه على حياتي ومركزه في شغلي، ولم يصدر مني اي تصريح ضده او عن حياتنا الخاصه، كل كلامي كان عن الطلاق اللي ادعى انه على علم ان هي يعني على علم بيه، وكمان محتفظه بحقي القانوني ضد اي شيء يصدر ضدي. هي بتقول ان هي ما كانتش على علم وان الطلاق تم غيابيا، في حين ان هو بيقول انه هي كانت على علم وان هو كان هيطلقها وهي عارفه قبل ما تسافر لحضور فرح اختها. دي الحقيقه الازمه اللي ما بين الفنان طبعا مصطفى فهمي والاعلاميه اللبنانيه فاتن موسى، وازمه الطلاق والاحداث الاخيره وتصريحاتهم يعني اللي شهدتها الساحه خلال الايام القليله الماضيه. لكن خلونا نروح كمان لموضوع تاني والمواجهه الهامه والقويه لمنتخب مصر امام منتخب تونس وموعد المباراه في نصف نهائي بطوله كاس العرب المقامه حاليا في الدوحه. الحقيقه ان هي كمان كانت حديث رواد مواقع السوشيال ميديا بكل منصاته المختلفه، هيواجه المنتخب المصري نظيره التونسي في الخامسة مساء اليوم على استاد 974، وكان طبعا تأهل المنتخب الوطني لنصف النهائي بعد تفوقه على نظيره الأردني ب3 أهداف مقابل هدف في ربع نهائي البطولة. بالتأكيد إن هي كانت المباراة اللي شهدت اللجوء إلى الوقت الإضافي، وده طبعا كان من أجل حسم بطاقة العبور لنصف النهائي. طبعا يعني الحمد لله حقق المنتخب الوطني انتصار فيها، وبيدخل منتخب مصر مباراة اليوم وهو يعني يمكن بيعاني بعض الغيابات بسبب الإصابات اللي ضربت نجوم الفريق وعلى رأسهم أحمد حجازي،
واللي كان بيعاني من شد في العضلة الخلفية ولم يتماثل للشفاء حتى الآن. أيضا حمدي فتحي بيعاني من إجهاد في العضلة الخلفية، أيمن أشرف بجذع في الرباط الداخلي للركبة ويعني يتأكد غيابه تماما عن البطولة، فضلا كمان عن محمد الشناوي الحارس الأساسي الذي يعاني أيضا من إجهاد في العضلة الخلفية، ولكنه خضع لبرنامج مكثف يعني يقدر إن هو يلتحق من خلاله بالمباراة. يمكن بيعتبر التشكيل الأقرب لمباراة مصر وتونس اليوم. يعني خلوني أقول لحضراتكم، من المتوقع أن يبدأ منتخب مصر مباراة تونس بتشكيل مكون من حراسة المرمى طبعا محمد الشناوي، الدفاع أكرم توفيق، أحمد حجازي، محمود الونش، إلى جانب أيضا أحمد فتوح، والوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة. أما عن الهجوم أحمد سيد زيزو وحسين فيصل ومحمد شريف. ده فيما يخص طبعا مباراة منتخب مصر ونظيره التونسي اليوم. لكن كمان حقيقة كانت هزيمة برشلونة أمام فريق بوكا جونيور الأرجنتيني في بطولة كأس مارادونا، يمكن كمان طبعا هي في نسختها الأولى بالتأكيد، أيضا كانت من بين أكتر الموضوعات اللي اهتم بيها رواد السوشيال ميديا، خصوصا يعني بعد تراجع ممكن نقول أداء الفريق خلال الفترة الأخيرة وتوديعه لبطولة دوري أبطال أوروبا خلال الأيام القليلة الماضية. خسر برشلونة أمام بوكا جونيور الأرجنتيني، ويعني طبعا كان خسر بضربات الجزاء بنتيجة 4-2 بعد التعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب مرسول بارك في العاصمة السعودية الرياض، ويعني على لقب كأس مارادونا، احتفالا بمرور عام على وفاة الأسطورة الأرجنتيني في 25 نوفمبر 2020، والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض. بيعتبر الحقيقي يعني فريقي برشلونة وبوكا جونيور من بين أبرز الفرق التي لعب لهما النجم الأرجنتيني الراحل، كما أنهما يمثلان مرحلة مهمة جدا في مسيرته الكروية، ولذلك تم اختيارهما لخوض مباراة كأس مارادونا. وكمان شهدت المباراة حضور عائلة الأسطورة الأرجنتينية مارادونا في ملعب مارسول بارك. يعني دي كانت أبرز الموضوع اللي تصدرت محركات البحث وكمان منصات السوشيال ميديا المختلفة. طبعا يعني بالتأكيد دوما بنتابع مع حضراتكم كل جديد، وبنتابع مع حضراتكم كل التفاصيل التي يعني تهم كافة المواطنين، كل الموضوعات في يعني الأقسام المختلفة، الأقسام الفنية، السياسية، الاقتصادية، دوما بنتابعها مع حضراتكم على مدار الساعة. فالنهاية بالتأكيد بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبدورنا بنوفيكم بكافة التفاصيل. شكرا لكم وإلى اللقاء.